يعني تحدي أكيد كبير طبعا. يعني بالذات يعني انا شايف ان التحديات دي بالذات لمصطفى شوبير، لابن كابتن طارق سليمان، ابن كابتن اسامه نبيه، ابن الكابتن شوقي غريب، كابتن فاروق جعفر، ابن كابتن فاروق جعفر، يعني اسمائكم في يعني كان في مواهب برضو على فكره. حازم امام اول ما طلع كان نفس القصه، لكن موهبه حازم امام فرضت نفسها. كابتن شريف اكرامي كان نفس القصه، واخوه احمد الله يرحمه كان نفس القصه، لكن فرضوا نفسهم على الساحه الرياضيه. فالموضوع ده المفروض انت تاخده، اي واحد بينتقدك خلاص هو ما شافكش بالظبط. يعني حتى اللي بينتقدك ابن كابتن شوبير في المنتخب، ابن كابتن شوبير في النادي الاهلي، خلاص طالما انا بالنسبه لي انا كراجل لعبت كوره او في الميديا او فاهم كوره، طالما وصلت لدرجه معينه محدش يقدر يساعدك يعني، لا والدك ولا اي اسم يقدر يساعدك. فاللي جاي تحدي كبير ليك طبعا، تحدي كبير جدا. انت عارف انا ساعات بحصل معايا نفس الموقف دي، الاقي مثلا واحد صاحبي يقول لي ده انا بص كنت بتخانق عشانك النهارده. طب يا ابني بتتخانق عشان ايه؟ ليه؟ يقول لي اصل واحد بيقول لك ده ابن شوبير ده ما بيعرفش يقف جول، ده ما بيعرفش. اقول له طب اعذره، هو ما شافنيش، هو ممكن على السمع، واحنا اغلبيه اصلا الحوارات اللي هنا في مصر كلها تبقى على السمع، اصل انا سمعت ان فلان مش عارف ايه. ف طيب خدنا بقى السمع وخدنا كده. بابا وخدنا ماما وخدنا كل الحاجات دي. قول لي بقى اول يوم دخلت فيه المنتخب الاول، اكيد ده كان يوم تاريخي بالنسبه لك. المنتخب الاولمبي، الفريق الاول، الفريق الاول. طبعا. طبعا ده يوم الواحد ما يقدرش ينساه. ده كان يوم 22/1/2017. 22/1/2017 ما شاء الله، من سنتين. دي حاجه كويسه قوي. انا اول يوم بس كنت متضايق جدا بقى وانا رايح. ليه؟ كنا انا بقى عايز اروح التتش بقى واشوف الاستاد بتاع. تلاقي كنت بتمرن في حته ثانيه بيعملوا اصلاحات ودونا الدفاع الجوي. ايوه انا فاكر الفتره. خلاص دي. انا خلاص بقى انا رايح اتمرن مع الفريق الاول وبتاع. فقالوا لي في الدفاع الجوي، دفاع الجوي، دفاع الجوي يا عم، وديني بس الفريق الاول وخلاص. فطبعا الكابتن كان كابتن احمد سراج، وده ليه فضل عليا كبير جدا بعد ربنا. كلمني هو وقال لي بكره كذا 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 كذا. كابتن احمد انت بتهزر وبتتكلم بجد؟ قال لي لا بجد. طلعت انا واحمد طارق مع بعض، احمد طارق سينما. احمد طارق سينما هو برضه بياخد نصيب من الكلام. بس هو بقى هو اللي عنده انستجرام ولا عنده فيسبوك، هو بس واتساب ومركز في الجامعه والكوره بس. هو سامع برضه انه حارس مرمى كويس، حارس مرمى كبير جدا. بس زي ما بقول لك، هو مشكله الناس سامع. واحد يجي يتفرج عليه يقول لك طب ما هو كويس، طب ما يمكن بقى مصطفى شوبير يطلع كويس. فيجي يتفرج على مصطفى شوبير يلاقي يقول لك طب ما هو كويس، امال في يا جماعه؟ هو اللي كان بيشتم، فاهم؟ انا مش عارف، ربنا يكون في عوننا. بلغت مين بقى؟ اول حد بلغته مين؟ بلغت كلمت الكابتن؟ كلمتها يا ماما ده في 1 2 3 4 واحد انت امتى يا ابني؟ طب بتقول لي بقى طب روح بقى البيت، ما فيش ولا اكل بره ولا بتعمل لك اكل في البيت، وتنام الساعه 10 عشان عندك تمرين بكره. طب ماما التمرين الساعه، بتنام الساعه 10 برضه. طيب مقابله اللعيبه ليك بقى،